بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأرض والسماء، جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله من العلماء. ونصلي ونسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين على سواء، وبلغنا قرآنا فيه هدى وشفاء، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الفوائد والإيضاح على كتاب الداء والدواء، ومع هذا الداء العضال الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا منه، اللهم أمين يا رب العالمين، وهو الاغترار بالدنيا. الاغترار بالدنيا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة. والمعنى هذا يقول يعني الدنيا شيء حاضر بين يديك، محسوسة ملموسة، يقول انتهز هذه الفرصة، انغمس فيها إلى قمة رأسك ولا شيء عليك. وهذا هو أكبر أنواع الغرور، لكن هذا هو غرور أهل المعاصي والعياذ بالله. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة، ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين بالشك، أعوذ بالله. وهذا من الكفر والعياذ بالله، لأنه يعني الإنسان إذا شك في أمور الآخرة فهذا من الكفر والعياذ بالله. فيقول: لذات الآخرة مشكوك فيها، حاشا للمؤمن أن يشك في لذات الآخرة وفي نعيم الآخرة الجنة. يقول ابن القيم: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تكذم عليه. البهيمة أعزكم الله إذا خافت مضرة شيء لم تكذم عليه ولو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على ما فيه عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وهذا القائل يقول كذلك: النقد خير من النسيئة. جوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإذا تفاوتا وكانت النسيئة أكبر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن شداد قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني واحد وضع إصبعه في النهر في البحر فلينظر بما يرجع، يعني بإصبعه ربما حمل الإصبع قطرات قليلة جدا، وربما ما وجد إلا البلل من الماء. فهذه هي الدنيا بالنسبة للآخرة: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل؟ يعني كنا قبل كده قلنا إن يعني أقل واحد دخولا الجنة أو آخر واحد هيدخل الجنة يعني له مثل أعظم واحد الآن في الدنيا، سواء كان ملك أو وزير أو رئيس أو غيره، له زيه 10 مرات. ده أقل واحد هيدخل الجنة أو آخر واحد دخولا الجنة، فما أدراك بمن يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فهذه الدنيا وهذه الآخرة. فيقول: فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل؟ إثار العاجل في هذه المدة اليسيرة اللي هي الدنيا يعني، أو رأس مال الإنسان عمره اللي هو معاه في الدنيا، يعيش 60 70 80 حتى ولو وصل ل100 سنة، إثار العاجل في هذه المدة اليسيرة يعني يتنعم بأمور الدنيا، وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعملون الآخرة. قال تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول ابن القيم:
وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، ده بقى يعني اللي إيه بيشك في أمور الآخرة أو في لذات الآخرة، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على اليقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية اللي هي الدنيا عن قرب، لأنه متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تبارك وتعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته. يعني ابن القيم بيجيب الداء وبعدين بيجيب الدواء، هو ده الدواء الذي يشك في لذات وفي نعيم الآخرة. يراجع الآيات على الدالة على وجود الله تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته ووحدانيته، الأدلة على ربوبية الله تبارك وتعالى، وكذلك صدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وكم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه سبحانه جل وعلا. ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبية الله تبارك وتعالى، وأنكر ملك الله تبارك وتعالى. إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، حاشا لله تبارك وتعالى، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، حاشا لله تبارك وتعالى. وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به جل وعلا. لو في ملك من ملوك البشر وقيل له هذا الكلام، أو واحد قادح في قدرة هذا يعني الملك الذي هو من ملوك الدنيا، هل يرضى هذا الملك؟ فكيف بالله تبارك وتعالى؟ حاشا لله تبارك وتعالى، لا يليق به جل وعلا سبحانه وتعالى. فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى. يقول الإمام رحمه الله: وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه أو صرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، حاشا لله تبارك وتعالى، لا يأمر ولا ينهى ولا يعرفه بحقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه. ويقول الإمام: وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، هذا كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله اسمه التبيان في أيمان القرآن، وكتاب جليل يعني ننصح بقراءته. يقول الإمام رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. يقول: وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأن الإنسان دليل نفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه، وتقدير تكذيبه وشكه. كيف يجتمع اليقين بالمعاد والتخلف عن العمل؟ فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا بين يدي بعض الملوك ليعاقبه؟
أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته. يعني لو واحد طلب أحد ملوك الدنيا رئيس أو وزير أو محافظ حتى أي حد طلبه أن هو يحتاج إلى مقابلة في الغد، هل سينام هذا الشخص؟ هل يعني يتنعم بنومه؟ ربما يفكر مرارا وتكرارا لماذا يعني أراد مقابلتي، هل هناك معاقبة، هل هناك كذا وكذا. فكيف بهذا العبد الذي يعلم يقينا أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسأله الله تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب في ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. يعني إبراهيم عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال رب أرني كيف تحيي الموتى. يعني العلماء يقولون إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين ويؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى البعث، ولكنه أراد أن يرى بعينيه حتى يطمئن قلبه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة. فإذا اجتمع هذا إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل وركدة الغفلة وحب العجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب، وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة في الدين، قال تبارك وتعالى منهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الفوائد والإيضاح، هنا بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله حال المغترين بالدنيا ورد على أقوالهم والغرور بالدنيا أيها الأحبة، يتلخص في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكذلك قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا أيها الإنسان المغتر بالدنيا الآن تراجع حسابك، الآن تتوب، الآن تنتهي عن المعاصي، يا مدبرا عن المساجد ما عرف الصلاة، يا معرضا عن القرآن ما تلاه، يا منتهكا لحدود الله ما أغراه، يا ناشئا في معاصي الله ما ألهاه، يا مقتحما لأسوار الحرام ما أقساه. أتتوب حينما غرغرت الروح وحشرجت، جاي الوقت ده عشان تتوب، وبلغت الحلقوم وخرجت؟ أين أنت قبل ذلك؟ إنها أول ليلة في القبر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم. أتيت الكبور فناديتها أين المعظم والمحتكر؟ أين الملك؟ أين الوزير؟ أين الغفير؟ أين وأين؟
تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ما مضى معتبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. كان هذا الموضوع بعنوان الغرور أو الاغترار بالدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا، والحمد لله على آلائه حمدا يباري الدهر في بقائه، وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم، ويرحم الله امرأ دعاني برحمة منه وحسن حالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.